بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الثلاثة. قلنا أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة.

لا بيس كولما سل توحيدي ليكي. نعم، أما القسم الثالث وهو هذا الدرس، لماذا ندرس التوحيد وأهمية التوحيد؟ تقدم معنا. يا كولماس، إكس كولماس، أوساوي ليك سلست ميكس ما أوبي ما توحيدي سلستي براكس ميدنو. نعم، القسم نعم. الرابع، الأصول الثلاثة، شرح الأصول الثلاثة. نلياس أساسيس كولما بهي على سلسلة تمنا. الأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى أسمنا ذكرنا هذا أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرد بأنواع التوحيد الثلاثة ولا لا. يعبد إلا الله سبحانه وتعالى كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله هذا هو مشرك كافر <سؤال>, من <أي> <في> <compelling> لكن هناك مسألة مهمة لابد التنبه لها قلت إنك تهل بنو بيعه نحن ليس لنا الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع فلان ضال هذا ليس لي ولا لكم هذا لكبار العلماء للقضاة الشرعيين نعم meil ei ole mingit õigust öelda ühegi inimese kohta , et see on uskmatu , see on äh, eksiteele läinud , see on innov- , innovatsioonitegija . et äh, see on ainult , mis on , kuulub õpetlaste , suurte õpetlastele , see õigus ja äh, kohtu , kohtumõistjatele või kohtunikele , islamikohtus . meie kohustus on anda nõu ja õpetada . هل هو مسلم أو كافر؟ مسلم أو هذا ليس لك أنت يجب عليك دعوة هذا إلى الصلاة وتأخذ إلى الصلاة ولا بد أما تحكم عليه بالكفر بالإسلام بالبدعة بالضلال هذا ليس لك أنت seda inimest õpetada ja kutsuda teda palvetama , ta kaasa mošeesse näiteks tuua ja mitte siis äh, määrata , et kas ta on nüüd moslem , kas ta on uskumatu , kas ta on eksiteele läinud ja nii edasi . ja kui me seda põhimõtet järgime , siis äh, see toob head äh, ja kasu ühiskonnale . Äh, ehk siis jumala teenimine on õigus , mis kuulub ainult jumalale .

لو قلت بديل يصح بشروط أربعة يا سند يا تنق من أن يكون حي لا ميت بلودتكسن... أطلب من حي لا من ميت تسترند لا غائب يعني موجود Et نعم وقادر لا عاجز يعني أطلب من إنسان يقدر أما أن أطلب من إنسان لا يقدر على هذا الشيء هذا معناه أن كأنه يعتقد أن هذا له أشياء خارقة عن العادة نعم نعم وأعتقد فيه أنه السبب والذي بيده جلب المنافع والنفع هو والله سبحانه وتعالى yeah, Äh, nagu vahend või see põhjus , et äh, kasu ja kahju tooja äh, on ikkagi jumal ise . jah , ma arvan äh, . veel kord . et see doa , see palumine jaguneb kaheks . Äh, see doa palumine , mis puudutab teenimist ja kummardamist äh, , sellest mingi osa

هل يصح هذا؟ قسان لباتد حي وحاضر وقادر اعتقد انه السبب يصح نعم ات انيلوس كوهال في بي وينكاس اوزابت سان انيلوس سيس سيسن نعم اما ان يطلب من ميت كويت كيزيتا بالو دا ميداكي سورنولت من انسان غائب ليس بموجود

الخوف عندنا قسم من أقسام الخوف صرفه لغير الله شرك أكبر. يا هيرمو سلست هيرمون ليكي قسمان؟ ثلاثة أقسام الخوف. هيرمون كولم كولم ليكي أن الأول خوف عبادة يعني نحن نخاف من الله وهذا الخوف من الله عبادة لله سبحانه وتعالى. إتس سلنا uh, nagu teenimine , kummardamine , mis on ainult suunatud siis äh, Jumalale , et teist , kedagi teist ei karda me sellised nagu . Ja, ja miks , miks on selline Jumala kartlikkus , sest , sest me ülistame Jumalat . ja sest äh, mitte miski ei ole Jumala jaoks peidetud . يا سلسة ليكي سورة من الكلمة التي سلكوا يماللون السورة مشركوا سورة يماللون بارتنترام اسمه. القسم الثاني من الخوف خوف جائز طبيعي. تينا هيرمن لا نخاف من اللصوص. نخاف من النار نخاف من الأسد. هذا خوف طبيعي لا لم عليه العبد. نعم القسم الثالث خوف محرم.

jätma oma lootuse selle Jumala armu , armu suhtes . või näiteks isa ütleb oma pojale , et ära palveta . siis see , see , kui see poiss kardaks seda isa selle pärast , kes keelab tal palvetada , siis see hirm on ka keelatud , sest on reegel , et ei ole sõnakuulmatust loojale , سيسكويان لوردو غيسي دا فالخوف ثلاثة أقسام يا هيرمان سيسكول مكول مليك خوف بد أن نصرف لله سبحانه وتعالى وصرف الغير لله شركة أكبر سير ميسان ميسان أين يمال الله يا ميلا زونا من قلل لك ديزة لك ويمال الله سورة مشرك وخوف طبيعي جائز لا إشكال فيه لو موليك هيرم ميسان ديزة نرمال ناميلا سلم انكت بربلم وخوف محرم يا سيسكيلات هيرم أيضا عندنا الذبح ثلاثة أقسام